في بلاد الرافدين. يضرب الجفاف الأرض فيموت الزرع وتنفق الماشية، ويجبر الفلاحون على الرحيل عن بيوتهم وقراهم بحثا عن مصدر للدخل بعدما تقطعت بهم سبل العيش وعجزوا عن تحقيق الاحتياجات المعيشية لأهليهم وأبنائهم. يحدث ذلك في قضاء المشخاب بمحافظة النجف، بينما المسؤولون الحكوميون بعيدون عن هموم الناس، مشغولون بتحصيل المكاسب الحزبية وإبرام صفقات الفساد على حساب مصالح الشعب العراقي. الحكومة مو يمنا، بطلنا النفط إلهم، النفط إلهم، أريد نريد ما يريد نسكن، ليش نهاجر؟ وين نروح؟ وين نسكن؟ وش نعمل بالولاية؟ هي الناس بالولاية بطالة، مو الدور نزيد لها طين بلة، وهذا وضعنا حتى تشوفونها مأساة، عوائل يعني ما حصل علينا نغسل نسبح، هذا وضعنا. ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل تمتد الأزمة ليواجه المواطنون في المشخاب نقصاً حاداً في مياه الشرب وفي الكهرباء، لتتفاقم الأوضاع ويضطر البعض إلى الهجرة إلى مناطق أخرى بحثاً عن حياة كريمة. كهرباء ماكو، مي ماكو، زراعة ماكو، أمراض منتشرة ما نعرف شنو هي، حلالنا قاعد ينفق نبيع بلاش، ما معقول. إحنا بسنة 22 يعني إحنا متوقعين العراق يصير نوع ثاني. في المقابل يقر المسؤولون بوجود الأزمة ويقولون إنهم يسعون جاهدين إلى حلها بكل السبل المتاحة. كإجراءات اتبعتها المديرية شكلت خلية أزمة عاجلة لهذا الموضوع، وبدأت بتزويد هذه القرى والأرياف من خلال الآليات الحوضية الموجودة. حقيقة عدد الآليات الحوضية اللي تغذي قرى وأرياف المشخاب هي 7 إلى 8 آليات حوضية بتعزيز 4 آليات من المركز المديرية، بالإضافة إلى وجود يعني خطة وضعتها المديرية لمد خط ناقل للماء لهذه المناطق. وكما هو الحال في العديد من المناطق في عراق ما بعد الغزو الأمريكي وسيطرة الأحزاب الفاسدة، يصارع الناس مصاعب الحياة ويواجهون الجفاف وانهيار الخدمات بعيدا عن أي دعم حقيقي من جانب حكومات بغداد المتعاقبة.